سعدت مساء سيادة الرئيس. قبل كل شيء نشكركم على دعوتكم الكريمة في هذا اللقاء الدوري مع الصحافة الذي رسختموه تقليدا جديدا لإنارة الرأي العام في كل ما يتعلق بالقضايا الدولية والوطنية. نشكركم سيادة الرئيس على الدعوة ونتمناه لقاء مفيدا لكل متابعينا وكل المواطنين الجزائريين إن شاء الله. شكرا سيدة بالعمري. كل حال مثل ما تفضلتي هذه أعتقد أنها صبحة سنة بالنسبة لنا أننا نتواصل مع المواطن من خلالكم من خلال الصحفيين. ربما كل مرة راهم يتجدوا صحفيين ولكن تبقى الأسرة هي واحدة أسرة الإعلام حتى يكون المواطن في نفس المعرفة ونفس الدراية الأمور مثل ما احنا مطلعين عليها بقدر الاستطاعة. على قدر الاستطاعة إن شاء الله نتمنى أن نكون عند حسن ظن متابعينا. سيادة الرئيس، نحن على أبواب شهر رمضان المعظم، هناك تذبذب نوعا ما في تمويل السوق الجزائرية رغم أنه هناك حديث عن الوفرة. هذا التذبذب تمويل السوق يرافقه زيادة في الأسعار، هذه الزيادة في الأسعار تكاد تمسح تلك الزيادات التي جئتم بها لصالح الفئات الضعيفة. ماذا يحدث في السوق بالضبط سيد الرئيس؟ أنا أقول لك يعني ما هيش فلسفة ولا نطلب لهاد الناس هادو الهداية من عند المولى عز وجل. ما هو شهر الأكل وشهر المضاربة في المواد نتاع الفقراء والبساطة باش يواجهوا المولى عز وجل غدوة يدعون الدين ويدعون ولكن نتمنى إن شاء الله باش الناس مثل ما يقولوا بالعامة تحشم على روحها. ما هذا شهر نتاع الرحمة، شهر نتاع التواصل، شهر نتاع الصداقة، شهر نتاع التضامن بين الجزائريات والجزائريين. حدو يستغلوا الفرصة كل ما تكون فيه فرصة طلب يمشوا يرفعوا الأسعار ويرفعوا لأن شهر رمضان ما هو شهر تاع أكل ولا شهر تاع كذا. من ناحية الوفرة كل شيء متوفر والدولة ملتزمة لأن أولا فيه تخزين عادي بالنسبة لكل المواد وفيه بما يسموها الستوك استراتيجيك تاعنا في كل المواد، تذكرش مادة من المواد. فيه كذلك إمكانيات مالية متوفرة في ظرف 48 ساعة تجيك بواخر إذا كانش فيه نقص هنا وهران ولا العنابة ولا العاصمة ولا، ولكن اللي عندنا يكفي والأمور هذه ما بغاش تزول من المجتمع تاعنا. نيجي رمضان تبقى الأمور تتمنى إن شاء الله. على كل حال أنا اللي أعطيت تعليمات للوزير التجارة باش يواجهوا هالأمور بصرامة قصوى. سيادة الرئيس، إذا سمحتم لنا، كنا تابعنا ما يحدث مؤخرا في السوق وكان هناك سيناريو مشابه لسيناريو جونفي 2011 في مادة من المواد الأساسية. كلما تحرك الدولة لإقرار أو لفرض قوة القانون في إضفاء الشفافية على المعاملات التجارية إلا ونلقاو مقاومة من قبل بعض أين قوة الدولة في رضع هؤلاء البارونات؟ قوة الدولة لحد الآن ولا واحد قادر يزعزع استقرار الدولة لأن صارت الأمور مثل ما صار في السميد ما واجهنا وقع فيه ضياع كبير بالنسبة للستوك استراتيجيك تاعنا باش واجهنا. في النهاية لما تأخذ الإحصائيات فيه ولاية وجدنا أن كل مواطن استفاد من 400 قنطار باش بروفوداني
حاشاكم المزابي العامرة بالسميد. يعني الغاية كانت زعزعة الاستقرار. شوف فيه تصرفات، هذا اللي حب يزعزع بمادة من المواد. شوف أنا في المساحات الكبرى واحد يمشي في كادي فيها عشر قارورات نتاع 5 لترات زيت، 50 لترات. شو يدير في بيتك؟ فيه لهفة وفيه محاولة زعزعة الاستقرار، ولكن احنا عطيناهم إنذار. الدولة باش تخلي الضغط في مادة من المواد ما تتركش الضغط، عندنا إمكانيات ولو استيراد، عندنا الاحتياط نتاعنا يفوت 3 شهور، ولا كان لازم تجيب أواخر في 48 ساعة تجيب أواخر في 48 ساعة. ولكن هذا التصرف، هذه اللعبة القذرة لازم يبعدوا عليها، يبعدوا عليها وإلا يخلصوها غالية. وما كانش واحد اللي ضن في روحه قوي، ما فيش واحد فوق العدالة، فوق الدولة مهما كان. وراك عارف واش راني نقول سيد الرئيس. نخرجوا من رمضان بصح نريحوا في البارونات. دونك السؤال تاعي راح يكون بارابور لا ريكوبيراسيون تاع لارجون فولي اي بلاسي على الترونجي. سيتي لان دو فوز اوبجيكتيف اسونسييل، وين راهي وصلت العمليه درك؟ اي راس لان دي اوبجيكتيف اسونسييل، انا قلتها وجاوبت مرارا على هذه النقطه هذه على اساس اعطيني حكم نهائي. الاحكام ماهيش نهائيه، اغلب الاحكام على الناس هذو راها في استئناف على مستوى المحكمه العليا. انا ننتظر في الاحكام، لان الدول اللي نتعامل معها دول تتعامل بالقانون، ما تتعاونش بالعاطفه ولا بالاراده السياسيه ولا غير. هو جس النبض مع الدول الاوروبيه كلها مستعده لهذا باش تساعدنا في هذا المسعى، مسعى استرجاع الاموال تاعنا واسترجاع ولو العقار ولو هذه ولو هذه. فيه وانتم راكم تلاحظوا فيه دول، لان الشيء اللي صرا اولا متورطين فيه شركات اوروبيه، هذه لا سيرفاكتوراسيون، هذه تضخيم الفواتير والى اخره. الاموال التي سرقت استثمرت في اوروبا، ما استثمرتش هنا. وزير الاخيره تاع وزيره العدل السويسريه داخله في هذا النظام؟ داخل، مستعدين، قلت لك مستعدين كلهم. الاتحاد الاوروبي مستعد، لان الاتحاد الاوروبي ما يرضاش نفسه باش يكون هو شريك تاع انسان سرق بلاده وسرق هذه وسرق. ان شاء الله ان شاء الله في هذا الشهر هذا تجيكم معلومات تفرحكم ان شاء الله، تبدا بدايه هذا الشهر هذا ان شاء الله. بدينا بالعقار تاعنا، بداوا السفراء اليوم يرجعوا في العقار. شوف السفير تاعنا في باريس رجع ما يقارب 44 عقار تاعنا، منها سكنات نتاع 8 غرف، منها دي شاتو هكذا. أنا بدينا استرجعوه. أنا راني عند القرار تاعي، ولكن مرة أخرى مانيش نبرر، ولكن الظرف ما ساعدناش. ما نقولش على المرض نتاعي، ولكن على الجائحة بصفة عامة، وهذا قلة إمكانية التنقل. اليوم باش نبعث أنا ناس لأوروبا مع الشيء اللي راه صاير فيهم، دولة فيها 50,000 حالة في النهار والأخرى عندها 30,000، هذه ما نغامروش بالإطارات تاعنا. إن شاء الله تهدى الأمور ونبعثوا الوفود اللي لازم نبعثوها، وين لازم نبعثوها باش يكون فيه الجواب، باش نهني المواطنين والمواطنات. أنا ما نتخلاش على هذه، توعدت ويكونوا نرجعوا دراهمنا ونرجعوا العقار. ممكن ما قدروش نرجعوا كل شيء لأن كثير منه سري، ولكن اعتقد حتى هادو يوم من الايام لازم يبوحوا بالشيء اللي عندهم في الاماكن السريه وفي صالحهم. سيادة الرئيس، كنتم بصدد الحديث على هذه الامر يتعلق بالممتلكات المهربه الى الخارج، لكن هؤلاء يعني هاد المفسدين او الناس اللي راهي ممتلكاتهم، هناك ممتلكات في الداخل، وكنا شفنا احكام قضائيه ومنها هناك احكام نهائيه
هل توصلتم اليوم الجزائر يعني هناك جرد مبدئي للأملاك هؤلاء في الداخل؟ فيه قبل الاسترجاع طبعا سيد الرئيس. قليلة ما عدا العقار تاع الدولة الفونسي اندستريال ولا بعض المصانع ماشي ضئيل جدا بالنسبة للشيء اللي خداوه لأن البنوك ثاني باش تسترجع أموالها حوالي 6000 مليار دينار اللي تعطات كقروض وما رجعش منها 10 ولا 15% لأن فيه القروض وفيه التحويل الغير الشرعي وفيه هنا نعطيك واحد يعني عندهم داخلين راهم اليوم راهم في السجن الفيلا نتاعهم كارينا يعني ما عندوش حاجه اللي قبل الاسترجاع ما عدا ربما الشيء اللي راه في الخارج لان الحالات تختلف فيه بقايا نتاع الكيت هذو تاع الطوموبيلات مثلا في صوفاك هذيك مازال 1520 كيت هذو تفصل فيهم العدالة هل الادميستراتور عنده الحق يزيد يركب وتباع باش نلقف الملف ولا تديها بنك البنوك اللي يسالوه الدراهم ولا اش قلت لك ان الملفات ما تغلقتش ولكن هذا اللي عندهم كلك كيت مازالوا في كاين دي كيت اللي مازالوا في الجمارك مي هذه بالتقريب ما تغطيش حتى السلفيه اللي خداوها سيادة الرئيس لماذا مثلا عدم تأميم الشركات أو مؤسسات ومصانع هؤلاء حتى تصبح تابعة للنسيج العمومي وبالتالي رايحين يستفادوا منها لو كان كان فيه مركبات صناعية كبيرة وقوية وهذه نجاوبك المركب تاع الزيت اللي موجود في جيجل أنا أعطيت أوامر باش في أقرب وقت نستكمله ونفتحوا الانتاج يخلق مناصب شغل بالنسبه للجيجل والمنطقه هذيك ولكن على العموم لما نشوف تضخيم تاع الفواتير يعني المليارات من الدولارات اللي مشات بالنسبه للشيء اللي موجود كممتلكات نتاعهم شيء ضئيل ماهوش حاجه ما اوتيل 5 اتوال يعني تاخذي فندق 5 نجوم شحال يسوى سيدي الرئيس عندما نتحدث على الأموال المنهوبة هناك نوع آخر من الفساد اللي هو جاري اليوم في السوق الداخلية الأمر يتعلق بالأموال الموجودة في السوق الموازية اللي ولات تضر بزاف بالاقتصاد الجزائري سيدي الرئيس هناك يعني من هناك احنا نشوفوا أن الحكومة راهي تراهن على الصرفة الإسلامية لاسترداد هذه الأموال في حين انه كاين حل اخر حل جذري يقول الخبراء لما لا مثلا الذهاب الى دينار جديد ما فيهاش جدوى تجربه لعصفورين بحجر ربما حجرتين ما تجيبلكش عصفور المال هذا درهم مكدس عندي 15 20 سنة هما يعني ما يجيب حتى شيء للدولة لا ضرائب لا هذه لا خلق مناصب شغل لا هذه ظروف مرت بها البلاد التسعينيات وتم اللي بدا القطاع الموازي يتقوى قوة الدولة يعني باش نكونوا صراحة انذاك كان عجز تام تاع الدولة الجزائرية علت على الإفلاس ما نقدروش نسدو في 91 92 دخلنا تحت رحمة اتحاد صندوق النقد الدولي بكل ما له من شروط نتاعو باش يساعدك بما فيها المحو تماما تاع كل ما هو اجتماعي كل ما هو كذا إلى آخره كان فيه قرار خداوه في داخل الوقت قرار سياسي ان اللي عنده باش يجيب يجيب بدات الناس داخل الوقت اللي
افتح حساب بالعملة الصعبة ولا افتح واش تحب حرية. ابدأ القطاع هذا يتقوى 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 بغير رقابة بغير تصريح وبغير كذا وبغير كذا. ثم تقوى زاد الظروف اللي عشناها. مهم اليوم واحد ما عنده الرقم الحقيقي ولكن الناس تتخيل. كل واحد عنده هي ما بين 6000 مليار دينار حتى 10000 مليار دينار اللي موجودة اليوم تكدسها في. كان المبرر أنه ما يحطش في البنك لأنه الربا ما الربا. اليوم راه في المصرفة الإسلامية ما فيش. أعتقد أن تكون فيه نتيجة إيجابية مع الصيرفة الإسلامية ومع ربما الصيرفة الإسلامية لكن فوت السندات إجراءات. نقترحنا باش تكون فيه سندات تاع مليار سنتيم 10 ملايير سنتيم عوض ما يخلي المال متركز عنده. ممكن يكون فيه حريق ممكن يكون فيه فيضان تاع كسمو ممكن يكون كذا يدي ربما كاع لاكاف تاعو هذيك تجي في 10 سندات ولا 15 سند ممكن. انا ما عندنا امل فيها. اما باش تغير العمله بالتجربه ما نهار اللي تغير العمله تشوفي طوابير موجوده ماهيش نتاع رجال اعمال ولا ناس تعمل تلقي بساطه تلقي كذا قال هاك روح بدل لي 200 مليون ونعطيك 500000 روح بدل لي هذه روح بدل وتلقاهم يبدلوا ما يبدلوش ما يبدلكش 100 مليار يجيبها لك لا. فيه ناس اللي بداوا يدفعوا اعتقد اذا ما تخونيش الذاكره راه في شهر كان فيه حوالي ما يقارب 100 مليار سنتيم اللي تحطت من المال هذا المجمد في السوق الموازية. هي اعتقد ان ان شاء الله من بعد الانتخابات من بعد ما الجزائر دي تستقر اكثر فاكثر تكون فيها تكون فيها طمأنه تاع المواطنين ويطرحوا اموالهم في البنوك تاع المصرفه الاسلاميه ولا الاخرى. مانيش فاقد الامل في هذا الشيء ولكن في هذا الوقت بالنسبه للاقتصاد الوطني فيه مضره ما فيش منفعه فيه مضره الاقتصاد لان هما السبب في رفع ارتفاع الاسعار تاع العقار في رفع الاموال الموجوده بكثره. سيد الرئيس اذا سمحت نعاود نولي للملف تاع تركيب السيارات. شفنا باللي اللي صرا في 2019 و2020 خلى فوتنا 2020 عام كامل عام ابيض وهذا الشيء خلى الاسعار تاع المركبات دوكازيون لي فواتور دوكازيون يلهب. كاين بزاف لي زوبسيرفاتور هم يقولوا بلي هذا لو سيكتور سبيسيالمون اليا ان ايشيك دو غوفرنمون. واش رايك في هذا؟ ثاني فو بوزي بروبليم تطرح المشكل تاع استيراد السيارات سيارات او تركيب السيارات. التركيب ما عطاش نتيجه لان كانوا يجيبوا سيارات مركبه خاصها غير العجلات ولا ويقول لك راني نركب سيارات وضيعنا فيها ملايير الدولارات بالنسبه لواحد اللي كان يركب كيما هكا مسمينه تاع العجلات 3 ملايير دولار ضيعناها معاه 3 مليار دولار بور اريفي اكوا باش واش هي النتيجه. كان هما التزموا من البدايه باش يكون فيه بالاقل نسبه معينه نتاع ادماج باش تدخل فيها مواد جزائريه باش تدخل ما فيه والو والو. حتى الشركه الفرنسويه رونو ما هذا وين بداو باش يدخلوا مواد مصنعه هنا محليا. شنو واش تربح انت في التركيب هذا؟ السياره منين تجيبها مركبه تقام لك ارخص من 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 بالنسبه لبعض اللي كانوا يركبوا السيارات يخلق 400 منصب شغل باش نضيع معك 3 مليار 3 ملايير دولار. اذا النظره ما كانتش نفس النظره تاع دروك. دروك انا ماشيين للتركيب الحقيقي الكاي دي شارج
دفتر شروط راه واجد باش التركيب اللي ما يوصلنيش في آخر المطاف بعد ثلاث سنوات ولا ربع سنوات حسب ما ينص عليه دفتر شروط إلى سيارة يعني فيها جزائرية مدمجة جزائرية بالأقل ب 40%. علاه 40%؟ مش يعني نخوة برك قال تاع الجزائر، لأن كل قطعة من القطاعات اللي تزيدها راه تخلق مناصب شغل. من المفروض لما تفوت لصناعة السيارات وصناعة التركيب الحقيقي راك تتكلم على عشرات الآلاف تاع مناصب شغل، مش 400 واحد. شكو؟ يخلقوا مصانع صغار، يخلقوا مصانع تاع هذا يصنع لي كوروا، هذا يصنع هذه، هذا يصنع لي روندال، هذا يصنع لي فيس، هذا يصنع هذه، مئات قطع ممكن تكون جزائريه. هذه برا من الاخر تاع الاجهزه بالفولون ولا هذه ولا الطابلو دبور ولا توسا. الا ما وصلناش هذه ما نديروش تركيب. اذا التجربه ما كانتش ناجحه وضيعت فيها الجزائر اموال طائله، نفوتوا لتجربه اخرى ان شاء الله. تطرح لي مشكل تاع التكفل بالنسبه لبعض الفئات اللي محتاجه باش القوت اليومي تاعها محتاجه، هذه راني يعني معاك. اما السيارات تطلع وتهبط. سيد الرئيس اسمح لي، 2020 كان وزير الصناعه الاسبق كان قال باللي في 2020 راح يكون دفتر شروط، ورانا في 2021 وسياره ما دخلت للجزائر. وتسمح لي سيد الرئيس، كاين سيارات راهم يدخلوا، كاين دي بورش راهم يدخلوا، كاين دي رانج روفر راهم يدخلوا، كاين دي شوروم تاع هاد لي فواتور كي كوت 2-3 مليار اليونيتي راهم هنا في الجزائر، يسون ايماتريكولي اون 2020 2021. واحد ما يمنعك واحد ما يمنعك باش تشري سيارتك من الخارج وتدخلها وتدفع الجمارك، سي با انتردي. تدفع تستورد بورش ولا تستورد هذه، من المفروض ما تستوردهاش. با تستورد بورش ودفعت الضرائب تاعك تاع مع الجمارك، الله يسهل عليك. مي سافي با ديك سي دو لامبورتاسيون افيك لارجون دو ليتا، باسكو الا كان هذه داروها اللي غادي اللي تبان عليه باسي. الرئيس، ومع ذلك سؤال يهم جميع المواطنين، متى يطوى ملف السيارات؟ يعني متى تدخل سيارة سواء مستوردة جديدة مستعملة مركبة؟ 2021 أنا أقول لك في السداسي هذا إن شاء الله يكون تفتح الباب، لأن دفتر شروط اللي تقدم شفنا باللي ما يلبيش. يعني هناك مراجعة لدفتر الشروط الحالي الصادر في الجريدة الرسمية؟ لا، مش دفتر شروط بنفسه، في اختيار الدول. سيد رئيس كانت لان ما يخدمش الاقتصاد الوطني. انا لما نشري مثلا نوع كذا من السياره من الدوله الفلانيه، نشري عليها 300,000 سياره، راني نغدي في الانتاج نتاعها اكيد، ونحافظ لها على مناصب الشغل تاعها. هي واش تعطيني الامور هذه؟ ماهيش مجرد يعني تصرف تصرف الاقتصاد اخذوا عطاء بين الدول. زمان كانوا يعطوا الاشخاص، اليوم نقول لهم اعطوا للدوله الجزائريه. ده هو الاشخاص ما بقاوش. سياده الرئيس، اليوم حابين نعرفوا اين وصل مخطط الانعاش الاقتصادي. مخطط الانعاش الاقتصادي احنا وضعناه امام الملأ، يعني هو كما نقدر نقول انها قواعد اللعبه الجديده. انت كنت تقول ما يعطوناش وما البنوك ما تلبيش وهذه، انا فتحت لك البنوك. اليوم ما راكش باغي تستثمر، داك شغلك. مي ما تسيب سبب اخر لعدم الاستثمار وعدم خلق مناصب شغل وعدم الانتعاش. راه بدا، لان الانتعاش في قطاعات، كان قطاع ربما التركيب هذا يعاود يتبنى على اسس اخرى، ولكن القطاع الفلاحي ماشي، والاستثمار في الفلاحه راها ماشيه مليح. ونتجاوزوا ان شاء الله هذه السنه نتجاوزوا ال 25 مليار تاع السنه الماضيه ان شاء الله. بالنسبه للصناعه الصغيره
المتوسطة سياسة اللي كي تحبسناها اليوم في سياسة الإدماج ماشية اللي كان يستورد الكيت تاع مبردة ولا ثلاجة اليوم يعرف باللي بعض المواد منها ما تستوردش صنعها هنا كاين اللي عندهم امكانيات تاع لومبوتيساج تاع الكاركاس تاع هذه تاع البلاستيك تاع سيسي تاع تويو اون كيفر ايتترا اذا راها ماشيه ما تظهرش العلن لان مؤسسات صغيره يعني نسبه الانتاج يعني مؤسسات صغيره لا انتاجها قوي على حسب الاستهلاك الوطني ولكن المؤسسات هذه اللي هم يصنعوا مثلا الكتان الجين تصارها ماشية الأمور بدأ الانتعاش لكن احنا قمة الانتعاش الاقتصادي لما ندخل في صناعة تحويلية ولما ندخل في تركيب السيارات الحقيقي ولما ندخل هذه رانا ننتظروا أنا سبق لي والتزمت أمام الملأ أن الجزائري ولا الجزائرية اللي حب يدير مصنع تحويلي المواد الأولية نتاعنا نساعدوه بقرض يساوي 90% من المشروع ما أعتقدش أن فيه دولة تعطيها ما فيش أنا انتظروا فيهم سيادة الرئيس في آخر حوار لكم في نفس النقطة دائما في آخر حوار لكم كنتم قلتم أنه هناك مال فاسد يسري في دواليب الدولة يعرقل التغيير وقلت أنه هناك نتائج للتحقيقات رايحين تكشفوا عليها هل التحقيقات ما زالت سارية سيد الرئيس؟ هل عندها علاقة بال عندها علاقة بكل وضع الحالي بالنسبة للاقتصاد اقتصاد المعرفة اقتصاد للمؤسسات الناشئة لأول مرة الجزائر تسجل اسمها إقليميا وربما دوليا مع الشباب تاعها سمعت راه الأمور ماشية كما يلزم وهذاك هو الاقتصاد الحقيقي مش اقتصاد نتاع تدخين فواتير وما يتبعوه منه justement سيد الرئيس vous avez aussi annoncé dans l'un des conseils des ministres que l'objectif sera de faire 5 milliards de dollars d'importation, d'exportation hors hydrocarbures à la fin 2021, sachant la situation de crise sanitaire, sachant surtout la puissance de la bureaucratie en Algérie, pensez-vous, est-ce que vous tenez à ce chiffre-là ? داخل حتى في الحركة الاجتماعية وداخل في هذه يحاولوا هناك من يحرك من وراء السيطرة أكيد وعندنا على بالنا وفيه في دي كومبليسيتي تاع الناس باش واحد في الحبس ويدفع 10 ملايين دولار للوبيست في الولايات المتحدة راه وسيط شكون الوسيط هذا؟ فيه وسطاء فيه بالنسبة لخلق مشاكل اجتماعية مظاهرات بسيطة صغيرة في هذه موجودة بالمال الفاسد وقلتها صراحة ما دركتهاش ولكن رانا بالمرصد وراه يتعب في روحه بطل علاش الناس هادو لو كان المشاكل هذه وقعت في أوروبا مثلا الممتلكات تاعو معروفة هذا الخافي أكثر من الظاهر المال هذا راه يمشي مقالات وزيد المال الفاسد هذا راه عملة وطنية وعملة صعبة والاثنين راهم يمشوا واحد معروف عطاوهم مؤخرا 300,000 دولار 300,000 أورو وبعلم السلطات نتاع الدولة هذيك وما يديروا له والو لأنه يخدم مع المخابرات نتاعها Kain, une annonce que vous avez faite ou alors une instruction que vous avez donnée au gouvernement et au chef d'entreprise, celui d'arriver à 5 milliards de dollars
d'exportation hydrocarbures. Mmh. 2021, il y a encore le 2021, la bureaucratie, elle est encore là, c'est une réalité. La crise sanitaire, elle est encore là, c'est une autre réalité. Est-ce que vous maintenez ce chiffre malgré ces deux variables? Ça a été dit, أنا تفوهت بها بعد حسابات شبه دقيقة ما هوش كلام في الفارغ الوزير مكلف بالصناعات الصيدلانية يلتزم باللي سنة 2021 نوفر ما يقارب 800 مليون دولار حتى المليار دولار الفلاحة غادي يتوفر إذا كان تبعنا ليتينيرار تكنيك هذا جديد بالنسبة للقمح وهذا غادي نوفر بالأقل 500 مليون دولار تاع القمح ما نجيبوش نجيبو حاليا مليار و 300 مليون ممكن نجيبو إلا 400 ولا 500 مليون باش نسدو العجز اللي بين الإنتاج والاستهلاك وهلما جر من أمثلة كوم سا كون لي 5 مليار يا ليكسبورتاسيون ليكسبورتاسيون نشجعو فيهم يا الكولوار فير يا كل ليكسبورتاسيون تاع الفلاحة غادي تجي أنا السوق الإفريقية أنا ماشي ليها السوق الإفريقية مع سنة 2021 نبدأ نصدر المركز تاع مع ليبيا كيف نبدأ نصدر فيه تصدير بان فيه التصدير التقليدي اللي كانوا يصدروا بعدها تاع لي كونفيسور وهذا بعض المواد أولية التمر وهذا اليوم غادي احنا طامعين باش في 2021 نصدر 400 مليون دولار ادويه اي سي هذه هي سي دي رويسو هذه 400 منا 200 منا نلحقوها ان شاء الله 500 الى ما الى لحقنا 4 ملاير يعني نحمد ربي باسكو لحد الان رانا في 25 سنه ما فتناش 2 مليار 1 مليار 800 كالك مليون با بليس اور ايرو كاربين نلحقوها ان شاء الله 400 الا كان دخلنا في الصناعه التحويليه نفوتوها بكثير فوتوها بكثير غدوه تبدا الا كان تاع كراج بيلات ندخلوا في الانتاج القوي بصيف عليك تصدر وتصدر الحديد نتاعك وتصدر هذه وتصدر هذه يعني المواد المصدره القائمه نتاعها تمتد الى الفوسفات هذه مي بيجا في السنه هذه لما ما تستوردش كانك تصدر القمح لما مش بالضروره باش نصدر القمح ما نستوردش مش تقشف ما نستوردش لان الانتاج يكفي جزء من الاستيراد بدون ما يشعر المواطن ان فيه نقص في لا في السميد ولا في الفرينه ولا في أمور أخرى. مهم باش تكون في الصورة باش نكمل لك الجواب، أنت ما طرحتش السؤال، أنا نجاوبك بلا ما تطرح السؤال. السنة هذه سنة 2020 قلصنا الاستيراد ب 10 ملايير دولار. ماهوش رقم يعني 10 مليار دولار 10 مليار دولار درناها ربحناها بالنسبة ل 2016 رغم الجائحة ورغم هذه ورغم هذه. الظروف الاستثنائية. Sur des augmentations de production ou sur du. Sur des fois il y a des augmentations de production. Sur des surfacturations, etc. Sur des surfacturations, il y a la surfacturation, il y a la production et il y a aussi un contrôle plus sérieux. بالنسبة ل certaines prestations de services, certains. Mais ça fait 10 milliards de mois, 10 milliards de dollars de mois, bidon, man khlak une pénurie, ou la ajz, ou la noqs, ou la hadi, ou la hadi. Ça veut dire que les bdina t'hakma fil iqtisad n'ta'ana. C'est tout. Très bien. 2021. Ou hadi, kout likom, li, nousal, inshallah, m'baad sent, probablement, fin nihayat 2021, moukan, 22, c'est sûr et certain, nousal. L'équilibre de la balance des paiements taille. Quel est l'âge de l'année? Je suis un petit jari. D'ailleurs, je suis un peu plus parce que نقصت بزاف, alhamdoulilah. Donc, l'intérêt l'iqtisadi. Donc, il y a des raisons objectives pour que ce que vous dites se réalise.
Mais donc vous êtes aussi en très bonne santé, alhamdoulilah. Est-ce que vous envisagez des sorties à l'intérieur du pays? اعتقد ان التواصل مع المواطن راه يومي ممكن يعني لما الاسس نتاع الجزائر الجديده هذه تكون انتهينا منها هذه الانتخابات التشريعيه والمحليه البلديه والولايه الى اخره ممكن في اخر سنه ممكن تكون فيها اتصال مباشر مع المواطنين في منطقه من المناطق ولا ولايتين ولا ثلاثه ولا نشوف على جوستمون على 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 الولايات مسيو البريزيدون دونك vous avez donc il y a eu la création des 10 wilayas et donc qui a été bien accueilli par les citoyens de la région elle-même enfin des régions qui ont été concernées par ces créations bon mais il est né une polémique sur le financement sur le budget de ces wilayas compte tenu de la situation économique du pays est-ce que donc comment vous comptez faire? C'est un peu des polémiques stériles, ça, sincèrement, c'est pas... Le pays n'a pas besoin de ça. D'abord, mais il n'y a rien. Et ça ne m'a pas fait, mais quand là, il va dire qu'il n'y a pas. Je crois qu'il y a la voisine, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça. Les villes qui sont présentes, les modifiants qui sont présentes, les maquarrats qui sont présentes. واش يشوفون يشوفوا يقول لك وراه البرنامج الخاص تاعهم اللي كانت عندها مشروع في الدائره وفي الولايه المنتدبه تابع الولايه السابقه يولي تابعه هو ايه واش معناه المواطنين هادو كانوا محرومين من كل شيء كانوا تابعين ولايه دونك سي دي ديسكسيون بيزانتين اللي يزيدوا الطين بله ويزيدوا نو لا كرياسيون دو نوفيل ولاية سي ان ابور بوزيتيف بالنسبة للمواطنين، أولا نقرب المواطن من الإدارة، حاجة الأولى وبصفة واضحة. جانت اللي كانت 700 كيلومتر على مقر الولاية، اليوم راه عندها ولايتها. تيميمون كانت 210 كيلومتر على ولاية، باجي مختار كانت 740 كيلومتر على ولاية الأم. وعندها كل شيء، عندها المطار تاعها. اخر مره اللي رحنا لها فيها المطار فيها الكهرباء نتاعها السنترال الكتريك تاعها اكبر من السنترال تاع اضرار عندها المركز الثانويات نتاعها عندها واش نزيدوها ربما سوق المشاريع ما تنتهيش اليوم كل ولايات شمال جنوب اقصى الجنوب كل ولايات عندنا مقاييس تاع تنميه لازم يوصلوها Il y a des indices de développement, on doit les faire parvenir à ce niveau-là. Hatta le kan gaadou daira muntada. Ikh baji mokhtar hadi ana araftha kama kan fi 10 diyar ta Toub. Fi 83 akhir 83 bida 84 tala'tha baladiya. Qabl ma nghadr adrar tala'tha daira. Wa ba'd fatat wilaya muntadaba. ومن بعد فاتت ولايه دروك نهائي يعني مسارها كله هذا طلع الحساب من 83 الى يومنا هذا طورت وصلت لدرجه نقول لك مطار يحبس فيه ينزل فيه البوينغ المطار اللي كنا درناه ذاك الوقت مطار تاع تراب تاع تيف غير الطيارات على هذه الولايات من المفروض هي المراه اللي تعكس حقيقه مدى قوة الدولة الجزائرية وقدرتها في تنمية أقصى أبعد مكان من في التراب الوطني ما فيش دولة دارتها ونجزم لك ما فيش دولة دارتها حتى دول متقدمة اللي عندها ممتلكات في أماكن شاسعة ربما ناقصين في بعض الأمور تاع التنمية وناقصين في اليوم باجي مختار ما تشكي لا من الغاز لا من الكهرباء لا من كذا لا من هذه لا من التعليم لا من التدريس لا من لا بيان سور يطلبوا المزيد لان فيه الامور الايجابيه فيه الامور العقار نتاعهم يولي تطلع قيمته تولي تبني في مقر الولايه بالاضافه الى رجعت كما نتمناو لها ان شاء الله برج باجي مختار كان دائما بوابان تاع الجزائر نحو المالي اذا نوصلوا في هذا المنوال تكون فيه اون زون فرانش منطقه حره التبادل
بيننا وبين الدول مالي والدول الاخرى هذه تفيدهم، لان صعب باش تخلق مناصب شغل صناعيه ولا هذه، ولكن في التجاره في الخدمات في هذه تكون. سيادة الرئيس، حماسكم لصالح الشباب يبدو تركيزكم على اشراك المجتمع المدني في يعني في المشهد السياسي، يبدو انه اوحى للبعض أن للبعض من المعارضين أن هناك رغبة لدى السلطة في الذهاب نحو مجلس شعبي وطني على المقاس. على المقاس، لما نقول مجلس شعبي وطني على المقاس معنا على المقاس السياسي، مش معنا باللي الشباب كلهم على نظرة سياسية واحدة وموحدة. لا، شباب تاني هما فيهم اللي عنده نظرة اقتصادية، كاين اللي عنده نظرة اقتصادية غير النظرة الأخرى، كاين اللي عنده نظرة تنموية بالنسبة للمجتمع غير النظرة تاع الآخر. الشباب راه مرآة تعكس الشيء اللي صار في البلاد، مش معناه بلي على المقاس معناه الشباب تصفر لهم نو. ديما الشباب دابور، أولا لما نتكلم على الشباب أغلبهم جامعيين مثقفين، ربما نفوتوا نمط اخر نتاع تسيير البلاد، حتى بالنسبه للتشريع، بالنسبه للدم الجديد، بالنسبه للجسد نتاع انسان مريض، ولا بالنسبه للدوله دائما يفيد في غير الايجابيات. لا هو مش على المقاس، كون جات على المقاس نمشي لحزب معين ونضخموه وكذا، ما عندي حتى دخل في المجلس. انا قلتها وباش نبرز النيه الحسنه والطاهره بالنسبه لهذه الاوضاع اللي انا عايشينها، انا قلت فيه احتمالين، اما اغلبيه توافق على برنامج الرئيس ونعين وزير اول، اما تكون فيه اغلبيه من المعارضه ولهم رئيس الحكومه تاعهم. يعني ما قدرش يكون واضح وبكل نزاهه اكثر من هاك. سيد الرئيس، هو مخاوف هاد المعارضين او الاحزاب السياسيه يبدو انه غدات واحد المبادره، مبادره مستشار رئيس الجمهوريه المتعلقه بمبادره نداء الوطن، هذه كانت ممكن غدات لديهم الشكوك في هذا الامر هذايا وتحمسكم للشباب، واش تقولوا واش تعليقكم؟ تحمس للشباب، لان الشباب دائما هو العنصر المنقذ لكل الاوطان. الشباب نتاعنا لو كان ما نقدناش الشباب تاع 54 كان مازلنا تحت السيطره تاع الكولون. كانوا الشباب 19 عام 18 عام 21 عام، الحماس نتاعهم والرغبه في العمل الايجابي تخليهم دائما النتيجه فيها موجوده. باقي المجتمع المدني هو اللي يخلي التوازن مع المجتمع السياسي، والمجتمع المدني لما يبغي ينطق يعمر الشارع. احنا بغينا المجتمع المدني يأطر نفسه بنفسه باش يكون ايجابي، لا في الطلب ولا في متابعه المشاريع اللي تلبي طلبات نتاعو الى اخره. لا سوسيتي سيفيل كما يسميوها في الدول الاوروبيه مجتمع قوي، مجتمع المدني، جمعيه كذا جمعيه كذا جمعيه كذا جمعيه كذا جمعيه كذا. احنا نخرجوا من هذه النظره نتاع شارع عامر وماكش عارف من هو من، هذا هو القصد. ماما قضية هذه باش يديروا منهم حزب ولا يديروا منهم كذا، يصعب دابور باش يديروا منهم حزب، لأن تشعب كبير في مختلفة تماما. والجزائر ما تقلدش، الجزائر يقلدوها ما تقلدش. اللي يبغى يدير السياسة يمشي للأحزاب، ما المجتمع المدني. هذه ضروري باش المجتمع المدني يتنظم. ما تقدريش أنا غدوة مثلا جمعية تصبح جمعية وطنية اللي متكفلة ذوي الحاجات الخاصة، نعطيها الاعتماد نتاعها كجمعية ذات منفعة عامة وعندها الحق تكون عندها اتصالات دولية تاعها، امتدادات
ارتدادات في الدول مع الامم المتحده مع هذه مع هذه، خلي لها الحريه تاعها، مش بالضروره كل شيء يفوت على وزاره الخارجيه. فهمتي؟ المجتمع لما يكون حي ويمشي بالايجابيات ما يمشيش بالسلبيات. الجزائر منعت خلاص، وهذا هو المجتمع اللي نتمنوه لبلادنا. هذه لاسوسياسيون ديستوميزي، لاسوسياسيون تاع المرض السكر، لاسوسياسيون تاع هذه، لاسوسياسيون تاع حمايه المستهلك، لاسوسياسيون تاع حمايه المستهلك، ممكن تمشي الى ابعد حل. راني نشوف في بعض الاحيان راها تتسيس ماهيش سياسيه. لاسوسياسيون ممكن اتفاقيات مع كذا ومع دير، حتى هي دير مخابر تاعها، ولا تحط الدوله باش دير المخابر. قال السلعه هذه اللي دخلت فاسده، وهذه راه تسبب في سرطان، وهذه راه تسبب في كذا، بشرط انها ما تدخلش في اللعب ما بين المنتجين. استرايس دائما في اطار مخاوف الاحزاب، في اطار مخاوف الاحزاب كنا شفنا من بين الشخصيات اللي حظيوا باستقبالكم قالوا انه رئيس الجمهوريه هو الضامن الوحيد للانتخابات التشريعيه. يعني وش قصده؟ هل هو ضرب لمصداقية اللجنة الوطنية للانتخابات الانتخابات، أم انتقاص لمضمون القانون، أم ماذا يعني في اعتقادكم؟ يختبرها بلي، اعتبرها بلي كلام عام وخلاص، ولا ضمان يريدون من الرئيس ضمانات أكبر؟ لا، المهم أن الرئيس ما يميلش، الرئيس الاربيتر، كل الناس سواسية، ما فيش كوطا قال عطوا لفلان لا نحي لفلان، اللعب تاع الكوطات انتهى نهائيا. هذا هو، احنا ماذا بينا على منظر سياسي حقيقي تاع البلاد. يعني اللي قوي قوي، اللي راه ماشي فيه يتقوى، راه ماشي ويتقوى، اللي راه ماشي هذه. انا ما عنديش ميول لا الفلان ولا فلتان ولا الحزب الفلاني ولا الحزب الفلاني ولا الجزائريين كل سواسية. المهم أنا قلت وسبق لي وقلت، وكلام هذا ماهوش مش ما نقولش علمي، ولكن معترف به دوليا، أن القوى السياسية والناس اللي ينتموا القوى السياسية عالميا في كل دولة ما تتجاوز 25-27%، والباقي مواطنين صالحين في المجتمع المدني، في جمعيات، في كذا. ونهار اللي يجي الانتخابات يميل الحزب الفلاني ولا الميل الفلاني ولا الميل الفلاني. هي راه عندهم 75% تاع الجزائريين يتفضلوا يقنعوهم ويمشوا معاهم. الله يسهل عليهم. سيد الرئيس، كنت تابعنا حنايا تصريحات رئيس اللجنه المستقله للانتخابات حول سحب الاستمارات. اليوم رقم السحب تاع الاستمارات هل هو يعني يصل لطموحاتكم؟ اكثر من طموحات. أكثر من طموحات. جاتني معلومات أمس من ولاية كبيرة، قال لك راه السحب نتاع يعني أكثر من الشيء اللي كانوا يتوقعوه. إيه إيه. أنا شوفي باش نزيد نكمل الجواب على جزء من السؤال ربما ما طرحتيهش. أنا بالنسبة لي يسحبوا استمارات، ما يسحبوش استمارات، الانتخابات التشريعية تكون بنسبة كذا ولا بنسبة كذا، نطلب أنها تكون نزيهة شفافة. اللي جابته هذاك هو احنا ماذا بينا الشعب يعرف باللي رانا نبنوا في دولة جديدة، وهو أساسها جديدة. هو أساسها، وأساس هالدولة هو اختيارات نتاعو. إذا كان هو ينسحب من الاختيارات ما نبنيش الدولة. احنا ماذا بينا نسبة المشاركة نتاع المواطنين تكون نسبة عالية على حسب التشريعيات. التشريعيات معروفة في العالم بأسره، تتراوح ما بين 40-50-55%، مش أكثر. إذا كلا هو ما بغاش يشارك، اللي جابوه التشريعيات هذاك هو وخلاص. تقييمكم للمشاورات إيجابية؟ مشاورات أنا ما أعتقدش أن فيه واحد أحسن من الآخر، ولا واحد أقوى من الآخر، ولا واحد أكبر من الآخر، ولا نو نو. استقبلت ناس عارف الأفكار تاعهم. عارف قصد اشراك الجميع في بناء الجزائر الجديد. كل الجزائر كاع الناس تشارك، وما تشاركش بالقصد قال انا القوي ولازم انا ندير على كلامي وهذاك ما نديرش على كلامي، ما نمشيش فيها انا. جمهوريه كاع الناس سواسيه. صح الوزن يختلف السياسي،
نشوف له وزننا ان شاء الله في الـ في الـ في, الـ في المجلس الوطني. اما ما تبقى هذا انسان عنده حزب ربما ما عندوش كثير من المناضلين ولكن عنده تجربه في الميدان كمسير كذا كذا لمده 30 35 40 سنه راه ربما الافكار تاعو تصلح بالنسبه له. وكل واحد على حساب انا ما خديتهاش على حساب ترتيب الاكبر والاضعف والاصغر ولا سيادة الرئيس. كنا شفنا الحكومة في أحد اجتماعاتها تناولت مقترح لتعديل الجنسية، هذا المقترح هذا أثار يعني جدل واسعا في الساحة الوطنية. هل وكنا شفنا أنه لم يحل يعني على مجلس الوزراء، أين مصير هذا القانون اليوم؟ المسار تاعو توقف لأسباب سوء تفاهم وسوء فهم اللي ربما يؤدي بعيد، لأن ولكن سحبناه الوقت الظرف لأن اعتبرنا أن أقلية الأقليات ما تدفعناش إلى تقنين شيء اللي ما يهمش الجزائريين. الوقت راه سحب لأن تأولت تأويلات أخرى. احنا الجزائر قابله ازدواجيه الجنسيه وكان عندهم ثلاث جنسيات. نعتبر ان من المفروض ملي تكون روح وطنيه وانسان يعني يحترم العائله نتاعو ويحترم الاصول نتاعو هاد الجنسيات تكون فيها شيء ايجابي بالنسبه للوطن وبالنسبه كما شفنا بعض الجنسيه بعض الدول الاوروبيه مزدوجي الجنسيه واش يجيبوا البلاد هما واش كذا. ماهيش ما نعتبرهاش ذنب ولا باش نناقب. لا كاين اللي الظرف خلاته يطلب جنسيه اخرى كاين وكل واحد ولكن حنا المساس بامن الدوله بس ده هو. ربما ندافعوا على امن الدوله بصفه اخرى. بيان سي مسيو البريزيدون دونك جو فودري باسي ان اوت سوجي سولوي دي غولاسيون جيرو فرونسيز. Donc, il est une délégation ministérielle de haut rang est attendue en principe à Alger le 11 avril prochain. D'abord, confirmez-vous cette information. Ensuite, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Pour nous, c'est une rencontre ordinaire. Hein. Il n'y aura pas de miracle ni de. C'est des réunions périodiques entre les deux pays. C'est des accords périodiques à des niveaux. Technique, ensuite à des niveaux ministériels, ensuite des sommets, tout ça, c'est programmé, c'est à un mois ou deux mois près à la SEB, heureusement, à tout le monde. كنا سمعناكم سيادة الرئيس تحدثتم عن استرجاع باقي جماجم الشهداء، هل من جديد في هذا الملف هذا سيدي الرئيس؟ لا راه ماشية والرئيس الفرنسي موافق. لازم ندير في اذهاننا باللي كل دوله وعندها التنظيم تاعها. استرجاع الجماجم اللي جبناها كان استثناء من طرف الرئيس نفسه، لان من المفروض تفوت على المجلس الوطني تاعهم ولازم موافقه تاع المجلس الوطني وفي اجراءات. وحنا كنا قراب للسانك جويي خدا المسؤوليه تاعو يعني باش تعطيك المستوى تاع العلاقات الطيبة الموجودة. المهم العلاقات الطيبة سانكوت تريا ما تقاملكش ولا فلس. العجرفة وهذيك أنا الذاكرة احنا خارجين من المجتمع وطني إلى النخاء. الذاكرة هذه ما سمحش فيها ولكن عمري ما ندير منها ان فونت كوميرس. ذاكرة بين شعبين بين دولتين بين كذا رانا نمشيو خطوات 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 كل واحد عنده. مي شايف انا بالنسبه للشيء اللي قالوا الرئيس الفرنسي لما قال باللي الشيء اللي صرا في الجزائر اكثر من المحرقه قالها، لما قال باللي الاستعمار جريمه ضد الانسانيه قالها. على مهلك خليه
ما انا ما نشكش في النزاهه نتاعو ما نشكش في عنده ظروف رانا ماشيين معليش فضل. كاين مساله الارشيف سيد رايس كيفاش تشوفوا فتح الارشيف الفرنسي وكاين يا اون بوليميك في الوسط كاين اساتذه فرنسيين واساتذه جزائريين قالوا بلي فتح الارشيف هذا ما راهش فتح تاع الصح وبلي مازال يا انكور دي زونتراف على لا ديكلاسيفيكاسيون دو توت لي ارشيف كيسيون لوتر ترونج دو لا كيسيون c'est il y a aussi des historiens algériens qui évoquent les archives de la révolution algérienne détenues par les archives nationales. Qu'en est-il? Donc il y a des historiens qui disent se plaindre de ne pas consulter les archives algériennes. Quand dit l'archive جزء لا يتجزا من الذاكره الوطنيه كان لي زارشيف اللي لقاتهم فرنسا هنا ارشيف تاع الدوله العثمانيه وداتهم هذوك لازم ترجعهم ربما هما يقول لك رجعوهم للدوله العثمانيه لا ترجعهم هنا ديتهم هنا ترجعهم هنا كان لي زارشيف نتاعهم تاع ضباطهم نتاع كذا نتاع كذا فيهم كي سون ديجا دي كلاسيك اون بو يوتيليزي فيهم دي زارشيف اللي لازم يرجعهم لنا تاع بعض العراش وبعض البلديات وبعض الانتفاضات الشعبيه وهذه يعني ميدان متشعب ما من المفروض ما يهتم به الا الانسان اللي يتعامل مع ليزارشيف ويستعمل ليزارشيف علاش ندير منها قضيه راي وطني ولا قضيه راي عام ولا قضيه سي انا توت سي شوز لا سون دون لا نورماليتي دي شوز. الرئيس اليوم في دولة جارة اللي هي ليبيا اتجهت إلى تشكيل حكومة جديدة ورانا شفنا أنه هذه الحكومة تتجه نحو تنظيم انتخابات. حابين نعرف سيد الرئيس ما موقع الجزائر في المشهد الجديد يعني في المنطقة ومنطقة ليبيا ودول الساحل كذلك. احنا بالنسبة لليبيا لما دخلنا في الميدان فيما يخص أمور تاع الشقيقة ليبيا كانت الجزائر غايبة منذ 10 سنين رجعنا احنا الشيء اللي راه يجري اليوم احنا نادينا به. أول تدخل تاعي كان أولا المشكل ليبي أجانب يخرجوا الجيوش الأجنبية والمرتزقة يخرجوا ونفوتوا الانتخابات لأن ماناش عارفين من يمثل من هذا هو اللي وصلنا عليه. اليوم تحت غطاء الأمم المتحدة مبرمجين انتخابات شاملة في نهاية السنة هذه وحنا بدينا استعدادنا باش نعاونوا الشقيقة الليبية لا تحتاج لما تحتاج ما نفرش نفسي عليهم. المهم أن اليوم الشيء اللي كنا نتمنوه رانا فيه رجع الهدوء ماشي الانتخابات مثل ما كنا نقولوا وما بغيناش نشوشوا على هذه الانتخابات لان كان ممكن نعرضوا كاع القبائل ونخرجوا بليجان تسيير اخرى لكن احنا لما نقدرش نجيب الخير ما نجيبش المضره ليبيا. اخر المطاف الشيء اللي وقع يشرف الليبيين اشقاء لان يعني وقع التبادل بين المسيرين السابقين والمسيرين الجدد بصفة سلسة وباحترام متبادل ما وقعش العنف بيناتهم قال انا ما استعرف بك انا هذه الحمد لله هذه نتيجة ايجابية جدا تتسجل على الشعب الليبي وعلى الاشقاء الليبيين وحنا رانا معاهم نهار يحتاجونا باش نصلح عطب تاع الكهرباء رانا معاهم يحتاجونا نصلح المستشفى رانا معاهم يحتاجونا في دي بورس ديتيود ولا مرحبا شرشال مفتوحة والجامعة تاعنا مفتوحة والتكوين المهني مفتوح على حسب طلب الأشقاء في ليبيا. وفي نيجر سيد رايس يا با لونتون يا اون تونتاتيف دونك دو كو ديتا او نيجر دونك كو فوز افي دايور كوندوني اي كيس كو بوفي نو دير سور لو سوجي سور سيت فراجيليتي دو سيت ايتا فرونتالي. انا ما نبغيش الناس تهضر على الجزائر انا ما نهضرش على الدول الاخرى انا احترم السياده نتاعهم فيه محاولة تشويش ولكن الدولة تاع النيجر تغلبت على المشكل وما كانش محاولة. احنا على كل حال الدول هذه النيجر والمالي اللي عندنا حدود معها
نعتبرهم أشقاء أولا، وصح هم أشقاء، اللي يضرهم يضرنا ورانا نساعدوا استيصال دائم. سي محمد بازوم من هذا اللي خرجوا النتائج راه في شهر ونص قبل ما يعلن المجلس الدستوري تاعهم، باركت له واتصلت به وباركت له وزدت عاود باركت له في يومين ولا ثلاثة. سيدي الرئيس، الجزائر سجلت، الدبلوماسية الجزائرية سجلت نقاط إيجابية جدا في آخر دورة للاتحاد الإفريقي، ما رأيكم في تبني الاتحاد الإفريقي لتوصية الجزائر، مقترحات الجزائر؟ يعني أبدا نوع من النزاهة في الطرح. احنا قلنا باللي المشكل الصحراء الغربية ما يتحلش بالتناسي ولا يتحل بال، لا، فيه مشكل لازم مجلس الأمن يدرسه، ومجلس الأمن لازم يبلغ المجلس الأمن تاع الأمم المتحدة. عندك الشيء اللي صار، ما كل حال كان استثناء ربما بالنسبة للناس لأن الموضوع هذا ما تطرقولوش في مدة، ولكن احنا قلنا باللي مشكل الصحراء الغربية مشكل تصفية استعمار. كل الأطراف قابلة للطرح، كل الأطراف بدون استثناء. خلي الأمم المتحدة تفصل الموضوع. صح، je sais pas si je peux me permettre, monsieur le président, mais dans votre discours à l'Union africaine, il y avait un lexique et un ton particulier. Donc c'était, l'Algérie n'avait pas l'habitude d'user de mots aussi forts. Est-ce que ça a donné, est-ce que vous pensez que... انا منين نبغي نقول لك قط نقول لك قط، نقول لك سبع نقول لك سبع، ما نقول لكش كي القط وصغير وكذا. نو ما جا دغري. هذه بروبلام اي تان بروبلام دو ديكولونيزاسيون، سي كونو، سي با موا كي لو دي، سي لونو لونيون اي لي اكتوالمون انتر لي مان دو لا كوميسيون دو ديكولونيزاسيون، ما راهش انتر لي مان دو لا كوميسيون دو شاريتي ولا لا كوميسيون دو سوسيو، سي لا ديكولونيزاسيون. Conseil de sécurité, il a délégué la MINURSO. C'est le travail au nom de l'ONU, FEUST, Sahara, FEUST, le territoire sahara occidental. Nous allons dire ça, bidoun d'arina, bidoun haqt, bidoun ala ayy taraf kan. Mahma kan l'hal, maghariba yibqou ashiqa, ou saharawin ashiqa, ou n'temennu bach l'hal hada, yisibu l'hal nihaï li yardihum fi tnin. واحد ما يفرض رايو على الاخر. دوكا سا في لو ميريت دو لا كلارتي، جو بونس فوا لي جورناليست الجيريان سي با. شوف يا سارتان كي امور دوليه اللي ترات كوم سي تريتي ان ماتش دو فوتبول ولا ماتش دو بوكس ولا هذا غالب، هذا ما كانش غالب ولا مغلوب، فيه القانون الدولي. هاي لا ليجيسلاسيون انترناسيونال، يا لونو، سي طاهل دو ريغليس بروبليم لا. Conseil de sécurité, notre avis comme observateur, on a toujours donné notre avis. Mais donc, c'est tout. En tout cas, le retour, sauf si ma consoeur a un problème. D'accord, le retour donc, diplomatique de l'Algérie, donc, au niveau des institutions internationales, est avéré. Donc, je parlais du lexique, du temps, de la clarté, du message. Et aussi de l'efficacité de sa diplomatie. Et la diplomatie, c'est aussi le soft power. Votre premier gouvernement, le premier gouvernement que vous avez annoncé, il y avait le ministère délégué à l'industrie cinématographique. Lorsqu'on sait que les États-Unis, l'Égypte, la Turquie, d'autres pays ont brillé par leur cinéma, et ça a beaucoup servi l'image du pays. Donc tout le monde a compris qu'une volonté de votre part de développer le soft power. Bon, mais le dernier gouvernement, après le dernier remaniement, vous avez supprimé ce poste. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Ouais, c'est pas tout à fait le soft power. Il y a un côté, un côté intrusif dans les pays limitrophes, dans les moussalsalat, ولكن الوزارة الحكومة الأولى
نصبناها نصبتها على حساب التزاماتي. كل التزام الالتزام اللي واضح صح، بعض الالتزامات درنا وزير باش هو يطرق لها، الصناعة الفنية والصناعة السينماتوغرافية، الاندستري السينماتوغرافيك اي الاندستري ديزار. انا الشيء اللي قلته صح، ذكرت دول معروفة يعني معروف واش يجيب المسلسلات واش يجيبوا الفنون. الولايات المتحدة سي دي سنتين دو مليار دو دولار. بالنسبة للشقيقة مصر نفس الشيء، بالنسبة للشقيقة سوريا كان نفس الشيء، بالنسبة لتركيا، بالنسبة كذا. مع الأسف ما مشاوش، ما جي با بي كومينيكي لافلام à ceux qui étaient en charge de. أنا كنت نستنى باش في ظرف شهر ولا شهرين نفوتوا يعني بسرعة قصوى إلى خلق دي ستوديو، خلق نتاع انفيتي دي جون بور لو تورناج. عندنا هنا الناس كيما تاع اللي راهم مضطرين اليوم باش يديروا مسلسلات ولا هذيك في اللي كانوا في سوريا اللي كانت غزات بالمسلسلات تاعها، خذتها تركيا ومن بعد كذا باش ندخل حنا في لان تعرف باللي الصناعه السينماتوغرافيه تخلق عشرات الالاف تاع مناصب الشغل. ديجا باش توصل الفيلم واش يليق لك غير تكنيكمون، بالاضافه الى الشيء اللي ممكن يجيبوه لك ماليا وماديا. ما مشاوش الصناعه نتاع الفن والصناعه نتاع كان ممكن كل شيء، هذا ممكن. ما فهمت باللي ماهوش وقته لا ما صراحه ما نلوم حتى واحد، ما لقيتش انا اللي وصل هذه الشعله الى اخره. طبعا ونعرف باللي فيه قابليه، فيه انا شفت جزائريين، واحد باش يدار دي سيديو وحده في بسكرة وفي كذا وعرقلول ودار بغيت باش ناس اخرين نعطيك استثمر تخدم شباب ربما تستغل الموهبه نتاع كثير من الشبان نتاعنا والشابات بالنسبه للافلام وبالنسبه لهذه وبالنسبه لهذه. ما تبعوناش. انا بالنسبه لي لما قلت الاندستري سينماتوغرافيك سيت اون اندستري با يا كوتي سوفت باور، مي سيتي با سا سكو جو شيرشي. سي درايس عندنا ليكيب ناسيونال الجيريان اي تاسي فورت سي تون سي تون ميو. Et il y a des rumeurs qui circulent sur un tête-à-tête entre vous et l'entraîneur national Jamel Belmadi. D'abord, confirmez-vous cette information? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a eu dans... De quoi avez-vous parlé? Voilà. Je confirme. Ok, mais je dis que l'arabie absent de l'achat. C'est ça. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. انسان طيب، انسان قام بعمل جبار، طلع المعنويه تاع الجزائريين ويستاهل كل خير. سا صارت لا بالماضي. سان كوتش اللي كثير من الدول حاسدين عليه وجاب نتيجه ويجيب نتيجه. او سا صارت لا ما فيش. وعلى واش تكلمتوا سي درايس؟ ايوا سي بوسيبل. تو ساعد الفورم تكلمنا خلاص كي راك تهضرنا على عين تادلس، تهضرنا على مستغادين، تهضرنا على الجلالي عين تادلس، وتهضرنا على بزاف صوالح. يبدو سيدي الرئيس اننا وصلنا الى اخر سؤال. نشكركم على سعه صدركم، نشكركم على اجاباتكم، نتمنى ان نكون قد ساهمنا بقدر صغير في اناره. يعطيكم الصحه، جو ميرسي. ان شاء الله نواصلوا باش ننوروا الرأي العام الوطني بالنسبة للشيء اللي صاير في البلاد، بالنسبة للقرارات، بالنسبة
اعتقد ان كل شهر ونص فيه كفايه. شكرا سيدي الرئيس، وصحة رمضانك، ومن خلالكم صحة رمضان جميع الجزائر. الله يسلمك، الله يسلمك.